محل ايه اللي بيولع؟ ليلى استر يا رب. مش قلت لكم ان احنا مضطهدين ومكروهين في البلد دي؟ مش وقت الكلام ده يا موسى. لا وقت ولا ليلى، وقت عشان نفوق ونفهم بقى ان مكاننا هناك مش هنا، وان اي ثانيه بتعدي علينا هنا فيها خطر على فلوسنا وعلى حياتنا وعلى حياه ولادنا من بعدنا كمان. معتقداتك دي خليها لنفسك، بس ما تفرضهاش علينا لو سمحت. تاني يا ليلى، وتالت ورابع وخامس، احنا فينا اللي مكفينا، مش ناقصين نصايح من حد. وانت بابا رايك كده برضه؟